وأرباح شركة الاتصالات المتكاملة دو ارتفعت بنهاية النصف الأول بنسبة 54% على أساس سنوي إلى 1,184,000,000 درهم بدعم من ارتفاع الإيرادات بنسبة 6% وتراجع مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة بنسبة 7%. أيضا ارتفعت أرباح الربع الثاني بنسبة 46% على أساس سنوي إلى 580,000,008 درهم. حول نتائج دون نذهب إلى بيروت، زميلة ماري سالم محلية المالية في الشرق الأخبار تعطينا رأيها وتحليلها لهذه النتائج صباح اليوم. صباح الخير ماري. صباح الخير سبا ويعطيك ألف عافية. يعني من الواضح أنه مستمرة دو بإعلان نتائج بتفرجي نمو بالأرباح تبعها، وخاصة يعني من بعد ما شفنا نتائج مبهرة كانت بالنسبة للربع الأول، يعني نتائج ما كنا شفناها بمستويات من الربع الرابع من 2019. ولكن الملفت بهذه المرحلة اللي نحن عم نفوت فيها هي النسب اللي عم بيصير فيها النمو، هي ما عم بتكون دائما بالتوازن مع النمو اللي عم نشوفه بالإيرادات. يعني بهذه المرحلة امبارح كان عندنا نفس الحالة تقريبا، يعني دايما بنفتش على الأشياء الاستثنائية اللي عم بتكون عم تأثر بشكل إيجابي على البيانات المالية، وبشركات الاتصالات تحديدا دايما في بند أساسي هو بيلعب دور كتير كبير على النتائج تبع الشركات، وهي مصاريف حق الامتياز الاتحادي اللي تفرض على شركات الاتصالات. بالربع بالنصف الأول بدنا نقول من 2023 شركة دو كانت كبدت تقريبا بحدود 282,000,000 درهم بحق بمصاريف حق الامتياز اللي هي مفروضة عليها، وهذا الشيء ما كان موجود بالنصف الأول من 2024، وهذا الشيء دعم الأرباح والإيرادات تبع الشركة. ما بدنا نقول ما أنه موجود لأنه انشطب، ولكن بكل بساطة صار في تعديل على هذه المصاريف، وهذا الشيء ساهم بشكل كتير إيجابي على شركة دو. من المتوقع أنه إذا بدنا نعتبر هذه الحقوق تغيرت أو هذه المصاريف تم التعديل عليها وصار في شوية تسهيلات عليها، ممكن أنه كمان نشوف نتائج إيجابية لمجموعة اتصالات او يلي مفروض انها كمان تصدر قريبا. فبهذه المرحله نتائج شركات الاتصالات عم بتسجل هذا النمو بسبب دعم من قطاعات مختلفه او بنود موجوده ضمن الفاينانشال او البيانات الماليه تبعها بتساعد انه يكون في عندنا هذا النمو. نحن اذا بدنا نقول هلا وصلنا لمرحله لا، يعني شركه دو عم بتسجل كل فصل عن الثاني نمو بالارباح تبعها، عم بيكون في نمو اكيد بالكاستمر بيس موجود، عم بيصير في توسعات، وهذا الشيء اللي عم بيدعم هذا النمو. اليوم نحن عم نشوف تفاعل جدا ايجابي بارتفاعات اكثر من 1.5% على السهم، وتوزيعات حتى للنص السنويه تبعهم اعلنوا عنها وحتكون كمان بالمنحى الايجابي. فبهذه المرحله من الملفت انه نطلع على البيانات تبع النصف الثاني، لان نحن بالعاده اذا بنطلع على السنين اللي مرقت الربع الثالث هو اجمالا بيكون افضل اداء بالفترات الفصليه تبع السنه، وبيرجع الربع الرابع بيكون الأسوأ بيناتهم. ننطر ونشوف التقييمات شو رح تخبي لنا للربع للنصف الثاني من هذا العام، وكيف حيكون التفاعل تبع المستثمرين معه. ماري سالم شكرا جزيلا لحضورك معي اليوم.